بكل صراحة واش تقولنا على الناس اللي صوروا الحوادث وينشروا صور الضحايا في مواقع التواصل الاجتماعي؟ أنا بالنسبة لي هذا حاجة سيغراف هذه، ما تبعتهاش في اليوتيوب ولا الجوتة ما تبعتهاش، واحد ميت ما تصوروش تبعته في اليوتيوب والفيسبوك، عنده الحرمة تاعو، ناس نورمال مطرح حملو ما لاباليش أنايا، صح تصور الكارثة اللي صرات بس ما تصورش الجوتة. إيه لا غالب شاب تاعنا يصور يا هذه يا نصور كيفاش تصور؟ صور نشوف حادث لبرا، نز تليفون صور ونحط في الفيسبوك. قلت للناس زعما بس ما تغلطش، زعما اذا سيدي يجري بزاف الناس تصور بس ما تتعاودش الحكايه ان شاء الله. يعني انت تصور باش شغل الناس تخلعهم ويزيدوش لا يجري. بس فطنهم وصاو صاير زعما اذا سيدي يجري بس بس الحكايه ما تتعاودش. ان اكسيدون غراف سي سنسيبل سي انيومان سي كاريمون انيومان، تاع واحد يروح يصور واحد راه يتحرق ولا راهو اون بلان اكسيدون ولا سا نسو في با. هو اون بلان بانيك خارج بالك راهو نصحي كيما نقولوا اصافواري يحيى اصافواري يموت، تصوروا تبعت في الفيسبوك ما كاش منها هذه خويا سي با نورمال. يا خويا نقول لهم لي كل حاجه عندها الحرمه تاعها. ديجا جو سوي تري سنسيبل جو نبو با لو فير، هادي ندور وجهي ونروح جو بو ني ايدي، هادي لا موان دي شوز، هادي تو امبورت دو ليد ماشي تروح تفيلمي. هادي نورمالمون بار جيست هومانيتير تروح تعاون سلك ماشي تروح تصور وتخزر وتشوف البنادم راهو يروح فيها سا نسو في با. ديجا لي بارون تاعو ولا ديجا لي بارون تاعو ما لازمش يشوفوا هكاك. تروح تشوف شبيه تاع ما تعاون وتزيد تعاون الناس تلقاه مرمي في الارض هو يصور فيه. لا لا روح رفدو ديه للسبيطار ولا شوف شبيه غطيه على الاقل 100 تاع البارح هذاك 100 كي تقول الله يعافينا كان محروق كومبلي. نورمالمون يغطي له وجهه قبل كلش. روح يلقى هكذا يغطي له وجهه قبل ما يصوروا، هو راح يصوروا قبل صوروا وداروا في اليوتيوب باش وشنو الفيديو يجيب الاخر انا اللي صورته. بعيد الشر او تفسد او تشوه او بور كيل غيزون يصور يوريه للشعب. جينيرالمون واحد ما يحب يشوفوه الناس في حاله كيما هكا نو؟ نو ابار لي جورناليست سون دوا باش يصوروه نو؟ وهاد الشعب علاش اشاك فوا تسمى اللي عنده تليفون عنده كاميرا يروح يصور. تشوفوا في حاله ما هكا محروق دمومات ما تقدرش تشوف خويا. يعني كاين مناظر مو اي احد بيقدر يشوفها بصراحه، خصوصي انا امبارح كنت عم شوف في مقطع فيديو داروت على البراقي هذا لطيف الانفجار اللي صار، منظر مؤلم يعني هيك منظر لازم يغطوه ومن بعد يصوروه، ما بصير هيك تصور دغري. بلي قرب مثلا اذا زاد بعتهم في الفيسبوك ولا في هذوما والعائله تاعو يعاودوا يشوفوا وليدهم ولا بهذاك الشكل هذاك يزيدوا يتشوكوا اكثر. كاش كيفاش ينشروني هكذا كيقول مجروح ولا مقياس ولا ينشروا زعما عفسه قراف ليا انا كيقول تقست فيها ينشروها على الاخر مواقع التواصل. ما قبلتش بيان سور لا ديجا اول حاجه نتشوك ديجا ما نفكرش كاع في الهاتف يعني ديجا الشوك هذاك نبقى اول حاجه بالك نروح نعيط الاسعاف بالك.